انت هتنام هنا لحد الصبح ومالكش دعوه باختي وجوزها، ما توريهمش وشك. انا في منتهى الاعتذار عن اللي بدر مني يا طبيبه، انا افتكرته بصاص من بصاص الفرنجة. عرفوش، انا عايزاك تسمع كلامي وتفهمه. انا مقدره تماما اللي انت فيه، بس لازم تصدقني، احنا النهارده سنه 1998، في فرق 200 سنه عن الزمن اللي انت بتتكلم عنه. 1998، امال الزمن اللي راح فين؟ زمنك بقى تاريخ. لو زمني بقى تاريخ يبقى انا كمان بقيت تاريخ، يعني معناها ان انا منتهي. طب منتهي ازاي وانا شحم ولحم قدامك، بتكلميني وبكلمك، عينيا في عينك، ايديا بتلمس ايديكي؟ دي الحقيقة. حياة ازاي؟ حياة ازاي وانا لسه سايب رشيد من كام يوم زي ما قلتلك، والانجليزي هناك؟ انا لازم ارجع رشيد ومعايا مدد، والا في ناس كتير هتموت. طبيبة، انا حاسس ان انا في كابوس كاتم عليا وانا مش عايز اصدق. الحاجة الوحيدة اللي مهونة عليا ان انا قابلتك انت، زي ما اكون ملاك نزل عليا من السماء. غريبة. ايه هي اللي غريبة؟ انت بتقول كلام حلو قوي. ده اللي انا حاسس بيه. انت طيبة. انت قلتي لي اسمك ايه؟ ايناس. مالها الناس؟ لا، انا اسمي ايناس. 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 اشمعنى انت الوحيدة اللي صدقتيني؟ احساسي. عطف. شفا. وايه تاني؟ انت طيبة اوي. نمتي؟ وبعدين ده جوز اختك البصاص الفس بتبصص علينا. احنا كنا بنقول ايه؟ يا ميلة بختك يا ايناس، شايف اللي ما تسماش بتحب لي بنوم بجاز. المهم عندي، انا عايز اروح الحمام، هعملها على روحي يا ناس. ما تروح، هو حد حايشك؟ شفت الحمام ده؟ ما بقاش حمام، ده بقى كارثه قوميه. خلاص روح الحمام اللي بره. اللي بره وعدي من قدامه؟ انت اتجننتي؟ يبقى استحمل بقى شويه. استحمل يا رب يا رب اشوف فيك يوم انت واختك. عارفة، لو كنت معايا هناك في رشيد كنا عملنا عمايل وسوينا الهوايل. طب انا هنا اخصائية اجتماعية، هناك كنت هبقى ايه؟ اميرة ست الحسن والجمال. كنت هاخدك على حصان الابيض، بعيد بعيد اوي، ونعيش في دبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. دي قبلة. لا احنا هنا دلوقتي ما بنبصش كده. امال ازاي؟ غمض عينك.
وبعدين وبعدين يا فسك. انا اسف مش قادر، هعملها على روحي، لازم اروح ضبط الميه. وحد حيشك؟ كتر خيرك، صدقني مش قادر. هيقولوا علينا ايه دلوقتي؟ هيقولوا علينا بنحب بعض بسرعة كده. بنحبه بقاله زمان ولا مكان يا طبيب. Thank you.